السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة ساينس كابيتال مع الأستاذ محمد سعيد رحمة. يلا بينا نبدأ مع بعض. النهاردة إن شاء الله أعزائي الطلاب هنكمل كونسبت 4 وهناخد ليسون 4 اكتيفيتي نمبر 9، حاجة اسمها كوميونيكيشن سيستم أو أنظمة الاتصال أو نظام اتصال. وعايزين نعرف مع بعض يا ترى كلمة أنظمة اتصال أو نظام اتصال معناه إيه؟ إيه الفرق بينه وبين كلمة كوميونيكيشن لوحدها؟ يعني كلمة اتصال لوحدها هل لها علاقة بكلمة نظام اتصال ولا دي حاجة ودي حاجة تانية خالص؟ طبعا زي ما هنعرف دلوقتي إن دي حاجة ودي حاجة تانية. كلمة نظام اتصال أو كلمة نظام لو حطناها على كلمة communication أو system مع communication الاتنين معناهم شوية حاجات متوصلين مع بعض عشان يخلوني أعمل عملية الاتصال نفسها، زي التليفون والقمر الصناعي وأبراج الاتصال والأسلاك، كل دي حاجات مع بعض عشان أنا أقدر أكلم واحد مثلا عايش في أمريكا مثلا. يبقى عشان أنا أتصل بيه نعمل عملية communication إحنا محتاجين شوية أجزاء وأجهزة نوصلها ببعض فبنسميها communication system. يبقى كلمة سيستم لو اتحطت لكلمة كوميونيكيشن معناها نظام اتصال، خلاص؟ فهو هيبدأ الدرس عشان يوصل لك المفهوم ده هياخده على كذا مرحلة. فبدأ يقول لك اهوت في الأول شريحة: You have learned about several different ways that human and animals used to communicate specific message to each other. يعني أنت عرفت قبل كده إن في طرق كتيرة جدا الحيوانات والكائنات المختلفة والإنسان بيبعت بها رسائل وبيتصل بينهم وبين بعض او بيتصلوا بينهم وبين بعض. لسه ما قالش كلمه كوميونيكيشن سيستم، هو بيراجع على كلمه كوميونيكيشن. وبعد كده بيقول لك ناو وي ويل ستادي سام اوف كوميونيكيشن سيستمز. هندرس بقى يعني ايه كلمه نظام اتصال ذات هيومنز هاف ديزايند اند يوزد تو فاسيليت كوميونيكيشن، عشان يسهل ويسرع عمليه الاتصال. يبقى خلي بالك الهدف الاساسي من الكوميونيكيشن سيستم والبرامج بتاعه السوفت وير او الهارد وير، الواتس وغيره من البرامج اللي موجوده على التليفون، كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي وابراج الاتصال واسلاك النت وكل ده عشان اسرع واسهل عمليه الاتصال نفسها. يبقى الوظيفه الاساسيه للكوميونيكيشن سيستم ان انا امكن واسهل واسرع عمليه الاتصال، خلاص؟ طيب بعد كده بيقول لك human communication system are made of several parts that work together to send and receive information. يبقى دي وظيفة الكوميونيكيشن سيستم بتاع البشر، اللي هي الأجهزة اللي متوصلة ببعض دي كلها وظيفتها إنها تتصل مع بعض عدة أجزاء عشان يخلوني أقدر أتصل مع الناس اللي عايشة في كوكب الأرض كله. يعني مثلا الصورة اللي قدامنا دي كوكب أرض متوصل بأجهزة كمبيوتر ولابتوب وتاب وموبايل، وكلها بعضها متوصل باسلاك وبعضها متوصل باشارات لاسلكيه، كل ده اسمه كوميونيكيشن سيستم. الكابلات اللي ماشيه في البحر بتوصل من دوله للتانيه، كابلات النت، كابلات التليفون، الاقمار الصناعيه، اشارات اللاسلكي، كل دي شبكه واحده. لازم تعرف ان كل دي اسمها كوميونيكيشن سيستم، نظام اتصال، عشان انا اقدر اتكلم واتصل مع الناس اللي في العالم كله بما فيها البرامج نفسها اللي جوه الموبايل اللي انت بتشغل بيها الايه؟ الحاجات دي كلها، وبتقدر ان انت تبدا الاتصال تقفل الاتصال دي كلها، حتى السوفت وير تبع البرامج دي تبع نظام الاتصال، خلاص؟ ومن هنا بدا يقول لك تعالى لي بقى كلمه سيستم لوحدها معناها ا جروب اوف ريليتد اوبجكتس، يعني مجموعه حاجات متوصله مع بعض بتشتغل مع بعض بتعمل وظيفه معينه، خلاص كده؟ ذات ورك توجذر تو بيرفورم ا فانكشن، اللي بتشتغل مع بعض عشان تعمل وظيفه معينه. بعد ما عرفنا كلمه سيستم معناها ايه، اللي هي جروب اوف ريليتد اوبجكتس that work together to perform a function، لازم تعرف ان كلمة سيستم او النظام له تلات انواع. ايه هما التلات انواع؟ بص بقى يا سيدي، اول نوع اللي هو النظام التكنولوجي، النظام اللي هو معتمد على الاجهزة واللي احنا بنتكلم عنه اصلا دلوقتي، الموبايلات والابراج الاتصال، والانسان بيعمل نظام اتصال عشان يقدر يتواصل على الكوكب اللي احنا عايشين عليه ده. طيب يبقى اول نوع من السيستمز اللي هو النظام الايه التكنولوجي او النظام الايه الاجهزه الماشينز، خلاص؟ طيب تاني نوع من السيستمز اللي انت خدته قبل كده اللي هو الاجهزه اللي جوه جسمنا، بيولوجيكال سيستمز، الاجهزه الايه الحيويه زي الجهاز الهضمي الدايجستيف، الجهاز التنفسي ريسبيراتوري الى اخره، الجهاز الدوري، الاجهزه اللي هي شغاله جوه جسمك، كل جهاز فيهم عباره عن اعضاء شغاله مع بعض عشان تعمل وظيفه واحده. يبقى ده سيستم برضه،
بس ده مش هناخده دلوقتي اللي احنا خدناه قبل كده. يبقى احنا هناخد النوع الاولاني اللي هو النظام التكنولوجي. في نوع تالت كمان من النظام، هو النظام الوظيفي او النظام الايه، نظام توزيع الادوار. يعني مثلا في الجيش، انا اجيب لك صوره واحد في الجيش اهو، هتلاقي مثلا في منهم سلاح المشاه، سلاح المدرعات، سلاح مش عارف الطيران، سلاح الاسطول، في مخابرات، في مش عارف ضباط، في يعني حتى الرتب بتاعتهم، كل دي تنظيمات، كل واحد له دوره ووظيفته حسب تنظيمه والحاجه اللي هو بيعملها. ده يعتبر سيستم. يعني انا لما اديك دلوقتي مثلا النمله او النحل، ودي الملكه ودي الشغالات وده الحراس ودي يعني ودول الذكور ودول، فاهميني؟ يعني كل مجموعه بتعمل وظيفه خاصه بيها جوه المستعمره او الكولوني بتاعتهم، ده يعتبر نظام برضو، بس نظام توزيع ادوار. يبقى في ثلاث انواع من السيستمز، في نظام تكنولوجي، في نظام بيولوجي، في نظام ادوار او وظائف. احنا هناخد الاولاني والاخراني، مش هناخد النظام البيولوجي دلوقتي ان احنا خدناه قبل كده في تشريح جسم الانسان ووظائف جسم الانسان والحاجات دي كلها. هنبدا مع بعض المثالين دول. اول مثال هيديه لك الانسان نفسه اللي هو النظام التكنولوجي. اهو بيقول لك اهو examples of communication systems. بيقول لك ايه بقى؟ when you use electronic device، لما تيجي تستخدم اي جهاز كهربي such as a cell phone اللي هو الموبايل التليفون بتاعك الشخصي، او الكمبيوتر connected to the internet، الكمبيوتر اللي متوصل بالانترنت، لانه لو مش متوصل بالانترنت يبقى مش تبع نظام اتصال، هو مجرد جهاز شغال لوحده كده خلاص. او انك تشوف تلفزيون ومتوصل بالكابل وجايب قنوات دش وكده، برضو متوصل بامر صناعي وعامل نظام اتصال دلوقتي، يبقى احفظ لي التلات امثله دول. لو قال لي في الاختبار مثلا تلفزيون مش متوصل بالكابل او بالكابل، او لو قال لك كمبيوتر مش متوصل بالانترنت، كده ما يعتبرش نظام اتصال. فهمتني بقى؟ خلي بالك ممكن يلعب في الاسئله. طب تعال نكمل. فبيقول لك مثلا التليفون ده السيلفون، لو احنا فتحناه من جوه، لو افترضنا ان احنا جبنا تليفون شلنا الشاشه، بس طبعا انت ما بتعملش الحكايه دي، احنا بنقول نفترض، هتلاقي فيه جهاز فيه كده تحت مسؤول ان هو ميكروفون ياخد موجات الصوت بتاعتك ويحولها لصوره رقميه ديجيتال بمعالج معين او بطريقه معالجه معينه زي ما انت شايف كده، في صوره اصفار وحايد اللي هي لغه الكمبيوتر 0101 0101، وبعدين يرجع يبعتها في اسلاك لحد جزء فوق كده اسمها الانتنه او الشبكه، تقوم تحول الاشارات الرقميه دي لموجات راديو، موجات لاسلكيه الكتروماجنتيك ويفز زي موجات الضوء اللي خدناها قبل كده، فتمشي تروح للقمر الصناعي وابراج الاتصال، وابراج الاتصال ترجع تبعتها لواحد تاني، يوم الانتنه واخداها وترجع تحولها تاني لموجات 01، وترجع تحولها تاني لموجات صوت عشان هو يسمع صوتك. انت متخيل؟ متخيل ان كل ده ممكن يحصل في جهاز، عشان جهازين تليفون يتوصلوا ببعض؟ شوف كميه الاجزاء والاجهزه اللي جواهم اللي اشتغلت. اه ابراج الاتصال اهي جايب لك صوره الولد والبنت دول بيتصلوا ببعض، وابراج اتصال تبعت، يعني في نظام اتصال قائم واجزاء وشبكه معقده، الموجات اللاسلكيه اهي، الموجات اللي هي الالكتروماجنتيك ويفز تروح الموبايل التاني، ومن الموبايل التاني يرجع يحولها تاني، وهكذا. وساعات يبقى في مثلا عائق او مبنى او حاجه، فبداوا يعملوا لهم، او اجهزه تانيه شغاله ممكن تعطل الموجات دي وظروف المطر وغيره، فقال لك الحل ايه؟ حل ان احنا نعمل بقى اقمار صناعيه اهو، نبدا نقسم كوكب الارض لاجزاء او سطح الارض، ونبدا نحط كده ابراج اتصال، ونقيس تحدب الكره الارضيه قد ايه، ونعمل ابراج تقويه للشبكات زي ما بنشوف بنشوفها في كل المدن، ساعات يحطوها على البيوت، ساعات يحطوها في اماكن عاليه براج حديد كده. لكن في النهايه لازم تعرف ان كوكب الارض كله، كل يعني كل مكان فيه معمول حساب ابراج تقويه شبكه علشان نقدر نعمل عمليه الاتصال دي كلها. يبقى دي شبكه كامله ونظام كامل، كل اجزاء متوصله ببعض، عشان كده قلت عليه سيستم. وبيوصلهم بقى في الالياف الضوئيه او الاوبتيكال فايبرز كيبلز، بتوصل بقى الدول ببعضها عشان يبقى نظام اتصال اكبر على مستوى الكوكب كله. والاشارات اهي زي ما انت شايف هتبدا تشتغل تاني، وتبعت الاشاره في الاسلاك للدوله اللي جنبيها، وترجع تتحول لنوع تاني من الكهرباء اللي هي المترددة اللي بتقدر تمشي مسافات طويلة، وترجع تروح لبرج اتصال تاني في مكان تاني، يقوم يرجع يحولها تاني لموجات لاسلكية، ترجع الموجات اللاسلكية ترجع تدخل الموبايل تتحول لموجات رقمية، وترجع الموجات الرقمية تتحول تاني لموضوع اللي هي الصوت أو بالسماعة، تمام؟ فأنت تسمع الشخص بيقول لي تخيل بقى، يعني أنت حولت عملت كام كود وكم شفرة وكم جهاز وكم تحويلة وكم إشارة، كل ده مع بعضه كده احنا بنقول عليه سيستم، كوميونيكيشن سيستم، نظام اتصال تكنولوجي خلاص، تكنولوجي. طيب المثال الثاني بيقول لك لو انت عندك كمبيوتر كونكتد تو انترنت، كمبيوتر متوصل بالانترنت، نفس القصه بالظبط. بداوا ده بالعكس كمان، الكمبيوتر ممكن يبعت لك موجات في صوره صوت، موجات في صوره، او يعني يبعت لك المعلومات في صوره شاشه على الشاشه على الورقه تطبعها وهكذا. وبرضه نقدر نتكلم مع ناس كتيره جدا بالكمبيوتر، ما انا بتواصل معاك دلوقتي بالكمبيوتر والنت، انا مش بتواصل من موبايل،
انت فاهمني؟ فخلي بالك ان برضو الكمبيوترات دلوقتي واجهزتها اللي جوه وكارت الشاشه وكارت الصوت والرامات والذاكره والميموري هي مش كل دي بارتس بتشتغل مع بعض، اجزاء بتشتغل مع بعض خلاص. برضو واتشنج تي في كونكتد تو ذا كيبل لازم تعرف ان هو متوصل دلوقتي بقمر صناعي ايا كان بقى شكله ومكانه في كوكب الارض، وبيرجع يبعت الاشاره من مكان لمكان من محطه الاتصال لحد القمر الصناعي، ترجع تدخل للبيت عندك وتلاقي اللائط بتاعك او الانتنه اللي في الدش فوق هي اللي لقطت الاشاره وجمعتها في الهيد ومشي في الاسلاك ورجع تاني في التلفزيون، يقوم التلفزيون ياخد الاشارات دي ويحولها لصور واصوات. ده كله نظام اتصال، نظام اتصال تكنولوجي مش نظام اتصال بيولوجي او في جسم الانسان، ولا هو نظام اتصال ايه توزيع ادوار ان بجيب اشخاص واقسم ادوارهم وكده خلاص. فجايب لك بقى صوره الكابلات ديت وموجات، تقول لك انا ببعت اشارات الموجات اللي هي القنوات التلفزيون يعني، الموجات بتاعتها غير موجات الموبايل غير موجات مش عارف ايه غير موجات ايه، فكل حاجه لها وظيفه ولها دور، وفي النهايه بتجي لك الاشاره هي في التلفزيون وتتفرج على الاخبار وتتفرج على القنوات وتتفرج على كل اللي انت عايزه خلاص يا شباب. يبقى بالقمر الصناعي وبنظام اتصال معين انا قدرت برضو اتفرج على التلفزيون وعلى قنوات التلفزيون. خلاصه الكلام ايه بقى؟ خلاصه الكلام ان انت عندك اشاره سيجنال كود شفره شويه كلام هيدخلوا هيحصل لهم عمليه ايه؟ ترانسدكشن، او انها تترجم تتحول لالكترونيك سيجنال اشاره الكترونيه اللي هي 0101 بالمعالج بتاع الموبايل، وتتحول بعد كده الكترونيك ايه؟ بروسيسورنج يعني او معالج معين يبدا يحولها لموجات لاسلكيه زي موجات الراديو كده. موجات اللاسلكيه دي تروح لانتنه تبعتها ترانسميتس، تبعتها في الفضاء تمشي، تروح لابراج اتصال بقى تمشي في كابلات مالناش فيه. الالكترومغنتيك ويفز دي في السطح اللي تحتها هتبدا تمشي، هتروح للشخص في موبايل الشخص اللي هو ايه ماسك موبايله بقى وبيسمع صوتك، فهيبدا انها تستقبل في الموبايل ده بالانتنه بتاعته برضو وتتحول تاني لالكترونيك سيجنالز اشارات الكترونيه 01 تاني، وترجع تتحول تاني لموجات صوت بالسماعه تحولها لموجات صوت، وموجات الصوت تدخل تطلع من الموبايل تمشي في الهواء تدخل في ودني، يقوم ودني يرجع ياخدها تاني الطبله تحولها تاني الاشارات اللاسلكيه تبعتها في العصب السمعي، والعصب السمعي يبعتها المخ، المخ يبدا يفهم الرسائل. انت عارف احنا حولنا كم مره الاشاره لطبيعه مختلفه لموجات مختلفه عشان تحصل العمليه دي؟ كل ده اختصار للسيجنال حصل لها ايه؟ انت متخيل؟ معجزه سبحان الله. طب تعال نكمل. ذا بريفيوس بقى الكترونيك ديفايسز الاجهزه الالكترونيه اللي فاتت دي كلها خلاص كده ار بارتس اوف كوميونيكيشن سيستم، هي اجزاء من نظام اتصال، يعني نظام اتصال كامل عام كده تمام. احنا هناخد منه بعض الامثله اللي خلت العمليه اللي فاتت دي تحصل، ازاي انا قدرت اتصل بواحد في دوله ثانيه؟ كل ده حصل ازاي؟ قال لك الاجهزه دي كلها جزء من نظام اتصال واحد بط، ولكن there are many other parts that work to transfer information from one place to another، وفي اجزاء كتيره بتبدا تبعت الاشارات من مكان للتاني علشان نقدر نتغلب على المسافه الكبيره اللي بين الشخصين دول. من ضمن الاجهزه اللي في نظام الاتصال ده هو هيديك ثلاث حاجات مهمه: القمر الصناعي الساتلايت لانه بيقدر يبعد عن الجبال والبيوت وبيبعد عن المشاكل دي كلها، والكوميونيكيشن تاورز ابراج تقويه الاشاره وابراج الاتصال اللي هنشوفها تاني دلوقتي، والبرنامج نفسه اللي بدا يحول الاشاره من رقميه مش عارف ايه اللي هو جوه الموبايل نفسه ويبدا يعالج الاشاره بطريقه معينه ويقسمها ويترجمها، السوفت وير نفسه اللي شغال خلاص. يبقى دي كلها الثلاث حاجات الاساسيه في نظام الاتصال دلوقتي التكنولوجي خلاص. فبدا يقول لك مثلا الاقمار الصناعيه شفناها من شويه دي ابراج الاتصال خلاص ده، وبتبدا تبعت الاشاره بطريقه معينه وبنلاقيها في كل مكان، يعني ايا كانت المدينه اللي انت عايش فيها لازم تلاقي ابراج اتصال زي دي، حطينا ساعات فوق البيوت زي ما انت شايف كده، بس طبعا المفروض تكون بعيد عن الناس عشان الموجات دي بتاثر علينا. وبقى البرامج بقى برامج الاتصال بانواعها واشكالها زي الفيس والماسنجر والواتساب وغيره وغيره كلها برامج اتصال، هي دي كلمه سوفت وير، ده معنى كلمه سوفت وير خلاص. في النهايه بقى لو الاجزاء دي كلها اشتغلت مع بعض بقول لك when all these parts او elements come together and each part work correctly the communication system can perform its work in a way that individual parts cannot. يعني بيقول لك لو كل واحد في العناصر دي عمل دوره بشكل فعال نظام الاتصال ككل هيعمل وظيفه مهمه جدا، اذا كل واحد لوحده بقى حاول يعمل الوظيفه دي لوحده مش هيعرف، يبقى هم لما كلهم ساعدوا بعض قدروا يعملوا الشغلانه، واحد بس يشتغل فيهم ما ينفعش. يعني على فرض الموبايل بس هو اللي باظ او السوفت وير عايز يتحدث او كده مش هتعرف تعمل عمليه الاتصال، تيجي تتك تلاقي الموبايل معلق ما بيشتغلش، الشاشه شغاله بس مش بتستجيب مثلا. لو برج الاتصال مش شغال او حصل او تعطل فيه حاجه او كده بص تلاقي الاشاره فاصله ما فيش شبكه،
يا ما حصلت. لو القمر الصناعي نفسه فيه مشكله، هتبص تلاقي مشكله كبيره جدا. لو الكهرباء قطعت برضه مشكله كبيره، يبقى لازم كل العناصر دي تشتغل زي ما انت شايف كده عشان في النهايه عمليه الاتصال تحصل. اذا عنصر واحد رفض انه يشتغل او ما رضاش يشتغل او عطل لاي سبب، هتبص تلاقي ما قدرناش نعمل عمليه الاتصال. خلاص تلاقي الواحد معاه الموبايل ما بيستخدموش، معاه التلفزيون ما فيش اشاره، مش قادر اتفرج على التلفزيون، الاتصال ما حصلش. يبقى هو ده معنى كلمة سيستم. عرفت ليه سميناها سيستم؟ لأن هما لازم يساعدوا بعض، لازم يتكاملوا مع بعض، لازم كلهم يبقوا كأنهم حاجة إيه؟ حاجة واحدة. ماشي يا شباب؟ ده برضو الحتة دي ممكن يجيب لك سؤال ماذا يحدث؟ وات هابنز؟ إن في واحد من عناصر الاتصال دي مش موجود أو اختفى. فتبص تلاقي طبعًا عملية الاتصال مش هتحصل. خلاص؟ يبقى الموبايل ده بالموبايل ده والقمر الصناعي وبرج الاتصال والسوفت وير، التلات عناصر دول لازم يشتغلوا مع بعض. وممكن يقول لك ايه هي العناصر المهمه علشان عمليه الاتصال تحصل؟ تقوم انت تقول له القمر الصناعي وبرج الاتصال والسوفت وير او البرامج. يبقى خلي بالك بقى كميه الاسئله اللي ممكن يسالك في الدرس ده رهيبه. لازم تكون مذاكر الدرس وحافظه كويس قوي قوي قوي. ماشي يا شبابنا؟ طيب بعد كده بيقول لك تعالى كده ايه، يعني ناخد سؤالين بشكل بسيط كده. بيقول لك تشيك يور اندرستاندنج اند بوت ترو اور فولس. ذا الكترونيك ديفايسز ورك to transfer information without being connected to satellite and communication towers and softwares. يعني ازاي طيب؟ طب سؤال، طب هي هتشتغل ازاي؟ لما هي مش متصله بالحاجات دي كلها. طبعا غلط. لانه قال لي without being connected. طب ازاي without being connected وعايزه تشتغل؟ طبعا ما ينفعش. غلط طبعا. طيب السؤال الثاني بيقول لك satellites and communication towers are used to transfer information from one place to another. صح، عشان تبعت المعلومه من مكان للتاني. السؤال الثالث the cell phone the cell phones communication systems depend on a signal in its work. يعني الموبايل بتاعك السيل فونز بتاعتك بتعتمد على الإشارة اللي بتشتغل أو بتنتقل من مكان للتاني. طبعا صحيح بتعتمد على كده فعلا. لو الإشارة ما جاتش من الأقمار الصناعية أو أبراج الاتصال يبقى مش هتشتغل. يبقى السؤال صح برضه. خلاص يا شباب كده احنا خلصنا الكوميونيكيشن سيستم التكنولوجي. الحصة الجاية بقى هنبدأ ناخد بقى كائنات تانية بقى. هنبدأ نشوف مثلا ازاي مثلا ايه النمل بيوزع الأدوار بينهم وبين بعض بحيث انهم يعملوا برضه سيستم برضه، بس مش مرة دي تكنولوجي، لا سيستم هنا في توزيع الأدوار. في نملة مستكشفة، في نملة بتحرس، في نملة بترعى البيض، في نملة ممرضة أو اللي بيتصاب بتعالجه، في يعني سبحان الله زينا بالظبط. بالظبط الملكة لها دور، الذكور، الحراس، كل حاجة فيهم سيستم. هو سيستم برضه بس مش تكنولوجي. سيستم ايه؟ سيستم وظيفي، سيستم توزيع ادوار. خلاص، عمل جماعي. فده برضه هناخده الحصه الجايه. خلاص، اتمنى تكون استفدت. كان معاك الاستاذ محمد سعيد رحمي من قناه ساينس كابيتال. سعدت وتشرفت بيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.